صوت العرب من القاهرة. عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، على الراديو عالم كرتون، وقصة جديدة كل يوم. نعمان دينجا، نعمان دينجا، كرتون بالراديو، تأليف وأداء عمر عصران ومحمود عمر، إخراج سعدية حسين. بقول لك إيه يا واد يا نعمان، ما تشوف لي الأشعة دي مكتوب فيها إيه يا ولا؟ النضارة مش مخلياني شايف حاجة خالص. إيش معنى يا جد؟ هو أنا دكتور يعني؟ وبعدين دي مكتوبة بالإنجليزي وأنا الإنجليزي بتاعي على قد يا جد. يو بقى، أصل الدكتور اللي أنا بتابع معاه في مركز الكبد كنت بروح أتابع معاه كل 6 شهور، والمرة دي قالي تعالى كل 3، فأنا قلقت يعني مش عارف في إيه. طب ودي فيها إيه يا جد؟ ممكن عايز يطمن عليك اكتر ولا حاجة؟ انا بصراحة بقى لما قال لي كل 3 شهور اتوخوشت، وقلت ممكن يكون في مشكلة كده ولا كده، علشان كده طلبت منك تشوف لي الاشاعة دي مكتوب فيها ايه اهو تطمني برضو. خلاص يا جدو، انا هبقى اوريها لدنجة لما يرجع من الشغل، وهو شاطر في الانجليزي وهيعرف ايه اللي مكتوب فيها. يا دي دنجة اللي ما وريش غيره. دنجا بص كده، عايز اوريلك حاجة. خير يا عم نعمان، في ايه؟ وايه الورقة اللي في ايدك دي؟ بص، دي تقرير اشعة السونار اللي كان عاملها جده اثناء متابعته الدورية في مركز الكبد اللي كان بيتابع فيه، والدكتور طلب منه انه يراجعه بالزيارة كمان 3 شهور، وهو توهش على نفسه واداني التقرير ده عشان اعرف اللي فيه، وانت عارفني بقى بروطة في الانجليزي، وحاولت اترجمه بس انا شاكك في الكلمة اللي مكتوبة دي. شوف كده يا دنجة ترجمتها كده وقولي. وريني كده. ايه ده؟ ايه ده؟ يا خبر ابيض. خير يا دنجة؟ في ايه؟ انت زودت شكوكي وقلقي. اسكت بقى، التقرير بيقول ان جده نعيم عنده تليف في الكبد. ها دكتور ميم، ايه رأيك في اللي مكتوب في تقرير السونار ده؟ اهديه، ايه الكلام ده كله؟ خير يا دكتور مين؟ قلقتني. اللي ظهر في السونار يا سيدي بيقول ان جده نعيم عنده تليف في الكبد. مستحيل يا دكتور ميمي، جده نعيم بيتابع من زمان مع مركز الكبد، والتليف ده على حد علمي يعني بياخد وقت على ما يحصل للمريض، ما ينفعش يكون عنده يعني. بقولك ايه، هو جده نعيم ده عمره ما جاله فيروس سي او فيروس بي او اي حاجة من الحاجات دي؟ ابدا يا دكتور، وده الملف بتاعه فيه كل التحاليل والأشعة اللي بيعملها من زمان. وريني كده. ايوه، التقارير كلها بتقول ان جده نعيم الكبد بتاعه سليم وزي الفل. امال هو بيتابع ليه مع مركز الكبد يعني ولا مؤاخذة؟ بيتابع علشان هو مريض بالغدة الدرقية جده، وهو حريص على نفسه وبيحب يطمن باستمرار يعني. ماشي، انا مش عايزكم تقلقوا خالص، انا هطلب منكم تحاليل تانية واشعة تانية متخصصة قوي اسمها فايبروسكان، ودي بتحدد نسب التليف اللي في الكبد، بس محدش يجيب سيرة لجده علشان ما يتخضش على نفسه ولا حاجة، اكماني عارفكم هتروحوا تقلقوا الراجل على نفسه. ما تقلقش يا دكتور مين، ده جده نعيم وعمرنا يهمه. ها، عملتوا التحاليل والاشعة اللي طلبتها منكم ولا لا؟ كله عندك في الظرف يا دكتور ميمي واخر حلاوة. انا بس عايز اعرف انتم مخبيين عليا ايه؟ انت يا واد يا نعمان مخبيين عليا ايه؟ وصاحبكم الدكتور ميمي ده انا مبرتاحلوش بصراحة، انا راجل مؤمن ومش قلقان من حاجة، قولولي فيه ايه؟ مفيش حاجة يا جدو نعيم، احنا بس بنطمن عليك اكتر. مفيش داعي للقلق يا جدو، مفيش داعي لاي قلق يا جماعة، جدو نعيم صحته زي البوم، وكل اللي عنده ده شوية دهون على الكبد، ومفيش اي تليف ولا اي حاجة. الفايبروس كان بيقول ان درجة التليف 0. تليف؟ تليف ايه؟ فلا ولا فالك يا جدع انت، حرام عليك، انت هتموتني وانا قاعد. امال ايه موضوع التليف اللي مكتوب في تقرير السونار ده يا دكتور مين؟ انا عقلي برجل. ايوة صح يا دكتور، انا نفسي قريت الكلمة دي وتوغوشت جدا. يا جماعة اهدوا بس كده، مش اي حد يقرا اي حاجه في التقارير الطبيه ويشخص، دي مهنه يعني، مش اي حاجه السونار بيقدر يشوفها. السونار ساعات بيشوف الدهون على الكبد زي التليف، لكن الفيصل في الموضوع ده هو التاريخ المرضي للمريض،
والتحاليل والأشعة التانية زي مقياس التليف اللي طلبته منكم كده اللي هو الفايبروسكان. فهمتوا؟ فهمنا يا دكتور، ربنا يصلح حالك. ربنا يطمنك يا دكتور ميمي. قول لهم ما يحصروش نفسهم في حاجة تاني، ويحصروا نفسهم في اللي يفهموا فيه واللي ما يفهموش فيه، ويدخلوني في المتاهات اللي انت شايفها دي. خلاص بقى يا جدو، ربنا يطمن عليك وما يحرمناش منك يا جدو، ويبارك في صحتك. نعمان ودنجا، كرتون بالراديو، وغدا حكاية جديدة مع عمر عصران ومحمود عمر. إخراج سعدية حسين.